تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تكفلت القوات الملكية الجوية بتكوين الطيارين المستقبليين لفائدة الخطوط الملكية الجوية، ويبلغ عددهم 138 متدرب ومتدربة حيث يتوزعون على 4 دفعات. واليوم تنال الدفعة الأولى لهؤلاء الطيارين شرف تأدية القسم أمام صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى جانب الضباط المتخرجين من كبريات المعاهد والمدارس العسكرية والشبه عسكرية. نحن جد سعداء لتخرج أول فوج للطلبة الربابنة اللي تم تكوينهم في المدرسة الملكية الجوية، وهذه مناسبة باش نجدوا الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اللي عطى في 2020 التعليمات باش يتمكن الشباب المغربي من تكوين مجانا داخل المغرب كربابين الطائرات. ومنذ ذلك الوقت قمنا بالتعبئة مع إدارة الدفاع الوطني ومع القوات الملكية الجوية باش نوضعوا منظومة لتكوين ربابنة الخطوط الملكية المغربية داخل المدرسة الملكية الجوية. هؤلاء الطيارون اجتازوا بنجاح مسار التكوين على مدى 42 شهراً تحت تأطير المدرسة الملكية الجوية، حيث تبع هؤلاء الطيارون تكويناً عسكرياً ورياضياً بالموازاة مع تكوين علمي وتقني عبر 3 مراحل رئيسية. التحقت بتكوين طياري الخطوط الجوية سنة 2020 باش نحقق حلم الطفولة ديالي. الخصوصية نتاع التكوين هذه المرة هو أنه كان مقرون بالتدريب العسكري من أجل التخرج كضابط احتياط مشبع بالقيم العسكرية من نزاهة وحب للوطن وتفاني ونكران للذات. وقد قضى التلاميذ الطيارون بالمدرسة الملكية الجوية 18 شهراً على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى تكويناً عسكرياً مدته 3 أشهر يرتكز أساساً على الانضباط وروح المسؤولية وتعزيز الحس الوطني لدى المتدربين والمتدربات. اليوم أنتمي للفوج الأول لطياري الخطوط الجوية، بحيث بعدما استكملت تكوينين التدريب النظري والتطبيقي بالمدرسة الجوية الملكية. الفخر والاعتزاز والتميز هي الكلمات المناسبة التي تعبر عن شعوري وأنا مرتضية هذا الزي. بالنسبة للمرحلة الثانية التي تمتد على 15 شهراً، يتلقى خلالها الطيار المستقبلي مجموعة من الدروس النظرية في مجال الطيران، تتوج باجتياز اختبارات تنظمها المديرية العامة للطيران المدني وفقاً للمعايير المسطرة من طرف المنظمة الدولية للنقل الجوي المدني. مدة التكوين النظري فهي سنة، من خلالها تلاميذ كيتمكنوا من دراسة 13 وحدة نظرية من بينها على سبيل المثال الأرصاد الجوية، الملاحة، القانون الجوي، اللغة الإنجليزية إلى آخره. في إطار التنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي من خلال السلطة الجوية المديرية العامة للطيران المدني، فإن التكوين الذي أقدمه حالياً يلبي تماماً متطلبات الخطوط الملكية المغربية من قبل السلطة الجوية، سواء من حيث الجودة أو من حيث الصرامة والخبرة التي يقدمها جميع زملائي وأنا كذلك. أما المرحلة الثالثة فهي موجهة للدروس التطبيقية بمركز تكوين طيار الخطوط الجوية ببن سليمان، والحاصل على شهادة المطابقة لمسار التكوين من قبل المديرية العامة للطيران المدني، والذي تم تأسيسه حصرياً سنة 2020 لتكوين هؤلاء الطيارون المستقبليون. يضم هذا المبنى الرئيسي قاعدة دراسية تفاعلية مجهزة وغرفة للعمليات وأربع أجهزة للطيران التشبيهي ومبنى مخصص للكتلة الإدارية.
التدريب بدا في واحد الظروف اللي هي صعبه نظرا للجائحه والظروف اللي كان كيمر منها المجال ديال الطيران عامه، ولكن بفضل تضافر جهود مختلف الاطر والضباط المدربين في المدرسه الامريكيه الجويه والكفاءه العاليه ديالهم اضافه للجوده ديال التدريب على المستوى النظري والتطبيقي، استطعنا ولله الحمد ان اجتياز الجميع اختبارات بنجاح. يخضع هؤلاء المتدربون والمتدربات خلال 24 شهرا لحصص تطبيقية على أجهزة المحاكاة وطائرة التدريب. خلال هذه الفترة يجتاز المتدرب مجموعة من الاختبارات التطبيقية للطيران تؤهلهم لقيادة طائرة خاصة أو أخرى تجارية. كمر تكوين نظري بالمدرسة الملكية الجوية في مراكش، التحقنا بالقاعدة الجوية للدعم العام في بن سليمان لإكمال المرحلة التطبيقية من هذا التكوين. هذه المرحلة الهدف منها هو الحصول على إجازات الطيران الخاص ثم التجاري وأخيرا تأهيل للطيران بالآلات. أنا فخورة بالعمل في هذا المركز والمساهمة في إعداد الجيل القادم من الطيارين، وأن أكون جزءاً فعالاً من واحد الفريق لكي يسعى لضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة في الطيران. التكوين داخل المدرسة الملكية الجوية يخول لهؤلاء الطيارون مزاولة مهامهم بكل صدق وأمانة بالخطوط الملكية الجوية، وإن لزم الأمر تلبية نداء الوطن والدفاع عن حوزتهم بصفتهم ضباط احتياط. انضم لنا الآن واشترك في القناة للحصول على صدى أخبار مملكتنا.